كل حياة تنقل منها لها 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 من الله. Nomadi, arabi, profughi. Ancora oggi le tribù beduine rappresentano una parte importante dell'identità e della storia del popolo palestinese, i filistei. Fin dalla notte dei tempi il Medio Oriente è terra di passaggio. Le popolazioni beduine lo hanno attraversato in lungo e largo per centinaia di anni, spostandosi, transumando e coltivando. Così, di generazione in generazione, si è formata la loro struttura tribale. Oggi i beduini palestinesi rischiano di scomparire. Da una parte l'esercito israeliano, dall'altra l'occidentalizzazione della società palestinese. Non ultimo l'indifferenza e spesso il razzismo che ha sempre contraddistinto le relazioni tra i popoli nomadi e stabili. احنا من البدو 48 هاجرنا من السبع طردونا اليهود احنا لما طلعنا من بقينا هناك اسرائيل قام يذبح في العباد في الناس ويحرق في البيوت ويقتلوا في الحلال بعدين نزحنا شردنا وحارق اللي كله بيروح من هون وشردنا ظلينا نافذين على الجمال بنشيل لا سياره ولا طيار لما جينا هان هاي النا الحين تقريب 54 سنة واحنا لاجين في هالبلاد لا مية ولا أرض مطرح البيت اللي بنحط عليه مصاري حتى الخيمة تسكن فيه Profughi di serie B, dove la prima categoria è giocata dai palestinesi, uno dei popoli che più è stato ostacolato dal XX secolo ad oggi. Oggi i nomadi palestinesi vivono quasi in delle riserve tra le montagne a sud di Hebron e nel deserto tra Betlemme e Ramallah, costretti ad abbandonare la loro struttura tribale e a limitare le loro migrazioni. احنا مهددين من قبل الاهالي ومن قبل اليهود كمان الاهالي لما بيجي الواحد يحرث مارس وهيهم منه وتحت كمان بمنعونا ليه ها بدهم يرحلوا هاي رحلوا طويلنا هاي بدهم يسكنوا بدهم هاي شوفي منه وتحت هاي يرحلوا طويلنا بدهم يحرثوها ارضهم يستغلوها هاي احنا وين نروح يعني وين نلقي ما إنا لا وطن ولا إنا ارض ولا إنا حياة وين نلقي احنا واليهود ورانا والعرب ورانا هاي كل يوم والثاني برحل فينا شوي شوي من اصحاب استاذنا بس الحين طلعوا لنا الجيل الصغير هذا اجى طبعا مش رايديننا يعني الاختياري الكبار قالوا عزلوا سكنوا الجيل اللي اجى الحين بقول لك يا عمي انتوا روح دوروا لكم وين ما رحتوا روحوا سكنوا انتوا غير عندي هان ما فيش لكم اي شيء وهي اليهود هاي بحاووا فينا هاي احنا ساكنين هنا واليهود هاي كل يوم الثاني بيجوا بدهم يرحلونا هاي هم معنا اوراق للترحيل من هون اليهود اذا بنطلع يعني لهناك نرتع بالغنم هناك بطردونا ممنوع نطلع هناك ممنوع المنطقه ليش ممنوع نوصلها بعدين بذيقونا يعني انت قاسيم بنخاف يعني منهم لما انه بيجي برعبونا لما بصير يطخوا في الليل ويسوي يعني برعبونا طبعا وليس لنا موطن يعني الا هذا المناطق مش لنا حتى المناطق هذه للناس احنا ما لنا وطن هنا يعني لا بيجوا فينا ولا بنجي فيهم بس وين بيصير عليهم طقات بيصير عليهم طقونا يعني مش ما بفتشوا والله خمام الدجاج بفتشوا والله ما بخلوا حاجه الا ما بفتشوا
والله زي ما تقول احنا على جنب وهم علي. يعني انغابت عنك معيشة. نشتري من لا من وين يا اختي؟ من ارض احنا مناش ارض. لا جي العلاقة ان احنا هو المرعى بس، لانه هنا مفج كان ما فيش يعني المرعى، يعني ما فيش مطرح اللي نسكن فيه الا هذا المنطقة. كنا في جمرورة، وجمرورة كمان اليهود طردونا منها. بننام برا هو الدنيا صيد. في الشتاء بننام ايش؟ بننام هنا وايش؟ بننام في البيت. يعني حياتنا زي ما تقولي شوفي، فاشتي تحت البيت، فالصيف تحت البيت، بنسرح ونمرح، وهذا الحياة، حياة زي حياتنا زي كذي. بننام هذا احنا والحياة وكل شيء يعني. بالصيف انا وش دي جوا؟ في الشتاء طبعا بسكر المنطقة هذيك. طيب كيف بتغطوها؟ والله بنغطيها بخيام زي ما انت شايف يعني. عطبون من الخبز، وين عطبون؟ طيب من الغنم، من زبل من الغنم، وبنسوي الطابون، طابون عالي بنبيع منتجات. بس صدقي مع المحل ما هي ملحق، يعني زي ما تقولي وضعنا مش بزياده، الوضع صعب يعني صدقي، يعني قدر ما بنبيع وبنسوي ما احنا ملحقين، يعني وضعنا تعيس من مره، يعني كل عشير ونخاله ولا احنا ملحقين. جابتنا مية، ولا كان ما في مية نهائيا، يعني هالسنة السنة اللي عدت هذه ما راحت مية نهائيا. لا المية هذه بلاش اللي جتنا، بلاش اللي جتنا الجديد، يعني ما لها شهر شهر زي ما تقول، ولا كان كله بالمصاري، يعني أول كان مصاري، كل مصاري أول مصاري أكلك شهر. لا فش ما في عيون. والله ايام زمان بيجي علينا الجيش يقطع البيوت وخرب، ايام زمان يعني زي ما تقولي كان يجون يقطع الحبال وهد البيوت والبفتش، لكن ما بيلقوا شيء. بيجي بينك ينعفوا هالبيوت نعف، والخيش بدوروا لكن ما بيلقوا ولا شغله، بيدوروا على اسلحه. كان يقول لك لازم ترحل من المناطق هي، بيقول لك مناطق عسكريه هي لازم ما تسكنوا فيها. تدربوا هنا شيء؟ كانوا ايام زمان يدربوا في بلاد الشرق. بقينا حاطين، واحنا حاطين في شرق هان، اجينا الجيبات بركسات، البركسات صاروا يركوا البركسه اذا هذا في الجيب ويشحطوه. ايش بيسوي هيك؟ ارحل يعني ارحل، مالك مسكن هون. احنا نقول يا بترجعونا على بلادنا يا بنظلنا ساكنين، عودنا سكننا زي ما تقولي يعني. لا احنا بنقول لك فيش لنا ارض، يعني احنا لاجئين. طيب هذا يعني هذه بنعيم، هذه هل بنعيم هذا الارض؟ احنا فيش لنا ارض، فيش لا ميه ولا ارض، بقول لك لما نسكن عليها
الحين صاحب الأرض هذه بيجي بده يحرسها بيقول يرحم. I beduini palestinesi sono quasi tutti originari del deserto del Negev e della zona di Be'er Sheba. E ancora oggi sono rimaste sporute tribù in quei luoghi mistici quanto tormentati. ولا بيجينا زكاة ولا بيجينا أي شيء ولا حاجة. في كابونات تبعات الوكالة كل ست أشهر كل سبعة أشهر تصح إن مرة ومرار ما بنصل لها النش. فش لا زكاة والله لا زكاة والله ولا حاجة. والله عمرنا ما أخذنا من الزكاة حاجة ولا بيفطنونا حتى أصلا. الزكاة لأصحابها يا أختي للي بيعرف وين الزكاة بروح بدور عليها وبجيبها. إحنا وش كنا ولا ما بيصلم لا زكاة ولا غيره إلا الله. الله 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 غير الله. L'estinzione dei beduini palestinesi è un pericolo più che concreto. والله حياتنا دحل زي ما بتقول يعني. الله وكيلك وين وصفي صفي.